بسم الله خاصم الجبارين وناصر المستضعفين ورب السماوات والأرض ورب جهنم ورب البراكين ورب الحق تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لم يعد بالإمكان أن نتحمل هذه الوضعية، وضعية التهجم على أبناء ومقرات حركة النهضة وحرقها في الشوارع تحت أنظار الأمن، ولا من ليس هناك من معناها يتحرك للدفاع عن هذه المقرات. لم يعد لنا بد من الدفاع على أنفسنا. هذا المقصود به ترذيل وتبهذيل حركة النهضة وضرب صورتها وسمعتها عند الناس، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه والتمادي في السكوت عليه. فهمتني؟ هذه كلاب المسعورة لا ينفع معها شيء غير أن تلقم حجرا، أن تدمى أمام مقراتنا. نعم، من يهاجم مقراتنا، من يدوس حمانا، لابد أن يردع. إذا لم يقم الأمن بواجبه، ومعناها أغبى الأغبياء يفهم أنه إذا كان ثم تحركات هناك احتمال أن تقصد هؤلاء الفئات الضالة الكلاب المسعورة، أن تقصد مقرات حركة النهضة لتنتقم منها. بالتالي علاش الأمن ما يحميش المقرات هذه؟ علاش الأمن ما يحميش المقرات هذه؟ ثم مش المرة الأولى تتحرق مقرات. القضاء شبيه؟ شبيه راقد ما يخدمش على روحه؟ شبيه ما يعملش اللازم؟ احنا ماناش توانسة؟ ماناش بشر؟ ولا ما فيناش دين باش ندافع على انفسنا؟ ولا ما عندناش دم باش نغيروا على منقراتنا وعلى سمعتنا وعلى حركتنا؟ فهمت؟ هذا مش معقول، هذا مش معقول. ولا يمكن التمادي في السكوت على هذه الوضعية. جزء من هذا التحمل قيادة الحركة اللي ما خدتش القرارات اللازمة لمواجهة هذا الاعتداءات، هذه الاعتداءات السافلة الهابطة من الفئة الضالة، من الفئة الواطية، حشاكم اللي ما تحشمش، المنحرفة اللي فارغة ما بقى عندها حتى شيء، ما بقى عندها ما تقدم المجتمع غير العنف والدم. متى يحر طل كالكيلو؟ فهمت؟ ما نعملوش فيها معتدلين وعقال ومناش نتاع عنف ومناش مسخير. هذا كله كلام فارغ، هذا كله كلام فارغ. علينا أن ندافع على مقراتنا، علينا أن ندافع ونستميت الدفاع عن مقراتنا. من مات دون ماله فهو شهيد، وذلك مالنا، وذلك حمانا، وذاك عرضنا، وذيك سمعتنا. وعلينا أن ندافع على أنفسنا، علينا أن ندافع على مقراتنا، علينا أن ندافع على ممتلكاتنا، علينا أن ندافع على تنظيمنا. فهمت؟ ما عاد يسعنا السكوت. ما عاد يسعنا السكوت. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. ما ثماش شكون أشطر من ربي سبحانه وتعالى، ولا أفهم ولا أقدر منه. فهمت؟ ونعم بالله. فلنتعبد لله عز وجل بهذه الآية الكريمة، فلنتعبد لله بهذه الآية الكريمة. ما نظلموش الناس، ما نهاجموش الناس، ما ناش متاع فتنة ومتاع دعوة للاقتتال وللعنف. لكن اللي يجينا لدارنا ويهد علينا المقراتنا ويحب يحرق مقراتنا ويكسر تجهيزاتنا، نكسروه، نكسروه. توصل وين توصل؟ نعم، ولا ماناش رجال وماناش بشر وما نستحقوش أدنى احترام ولا مكان لنا، مش في تونس، لا مكان لنا فوق الأرض، بطن الأرض أولى لنا من سطحها. الموت ولا المذلة، الموت ولا الهوان. فهمت؟ ما تظلم حد، ما تعتدي على حد،
كلمك كلمه بالتي هي احسن، اللي يطلع شوي في الغش ولا في كلام موقوف حيز كلام مش مشكل، اصبر وصابر معليش وادفع بالتي هي احسن. اما انه يمد ايده فيك وما هيش المره الاولى، اعذرنا وعدينا وصبرنا وشكينا، ولا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي. للمعتدي ارتدعه فهم روحه وجنبنا بلاه، وللامن خدم خدمته، وللقضاء اخدم بخدمته. فهمت؟ وبالتالي لم يعد هناك بد من الدفاع على مقراتنا. وجربوا اعلنوا اللي نحن اللي جينا لمقرنا راح ممكن يخلصها غالية. اعلنوها وشوفوا شكون الجبان اللي مازال يقرب من مقراتنا، واستعدوا لذلك، استعدوا للدفاع على مقراتكم، واعلموا الامن، قل له اجا دافع على مقراتنا، واذا ما دافعش انت على مقراتنا رانا نحن باش ندافعوا على مقراتنا. وثقوا الشيء هذايا، وثقوه الشيء هذايا بالتسجيل وبالمكتوب، وثقوه. فهمت؟ حط روحك غدو باش تقف قدام القضاء. فهمت؟ قل له راني قلت للامن اجا احميني مقراتي. فهمتني؟ بعد هذا الكل اللي يجيك لمقرك ويعتدي عليك صفي معاه حسابك. انا هذا رايي، انا هذه قناعتي. ما عادش ممكن ان نسكتوا ونحن قاعدين نتبهذلوا بالدرجه هذه، كل مره تكسر كرايم واحد ودمومات تجري وحرقان وممتلكات ووثائق وداريات، فهمتني، تحرق في الشارع والناس تتفرج، فهمتني، ونحن عاملين فيها عقلين، يعني نحن ملائكة نمشوا على الأرض. مش هذا الإسلام، ماهوش هذا الإسلام. فهمت؟ المسلم العليليش اللي مطربق راسه يستنى في الجزار يجزره ماهوش مسلم، فهم غلط الإسلام. إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. نعم، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نهر على من يعتدي. اللي يعتدي علينا نشعلوه، نشعلوه، نصبروا عليه مرة واثنين.